بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله وآله وعلى كافة الأنبياء وآلهم وأئمة الكتاب وآلهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا تعليقات بسيطة على بعض البيانات للإمام المهدي في تربية النفس، فنرجو أن نكون ممن أصلحهم الله وأصلح حالهم واتبعوا رضوانه حقا عملا وقولا. سؤال: هل أعلى درجات العبودية تنال بالجهود البدنية أم بالجهود النفسية؟ يعني هل تصلي ركعات زائدة كركعات التي تتقرب بها لله سنة، ولكن نرى كثير من الناس قد يكونون محسنين في الصلاة، أي أنهم يعني يصلون أكثر مما نصلي، ولكن هناك حديث تشير إلى أنهم مفسدون. يعني في هذا الأمر أن في ناس تجدهم حتى أقل درجة ولكنهم لا يفسدون، ولكنهم قد يكونوا أخلاقهم كما يقال بالعامية زفت. مع العلم أن الذي يبني النفس هو الجهد البدني، يقول الإمام المهدي المنتظر. فالآن لنرى ما يقوله الإمام المهدي. طبعا نحن متفقون أن الجهد البدني هو أمر واجبات أو من الفرائض، الخمس صلوات، الصيام وإلى ما ذلك، كلها جهود.